نعم. بيئتنا اليوم طاردة لو جاذبة. يعني سابقا ما كان عندنا استقرار امني، اليوم عندنا استقرار امني. نعم. سابقا ما كان اكو توجه عالمي نحو الاستثمار بالعراق، اليوم اكو هذا التوجه. بيئتنا طاردة لو جاذبة، وبصراحة ساب على بصراحة احنا يعني بهذه الحكومة هناك تشجيع للاستثمار ورؤية الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي، كون ان الحكومة تعمل وفق هذه الرؤية. هناك جذب لشركات محلية وعالمية، خصوصا مثلا على سبيل المثال مشروع مترو بغداد والمشاريع اللي دا تحدث الآن، فك الاختناقات وبناء الجسور، كلها بمشاركة القطاع الخاص. هذا دليل أنه هناك بيئة ورؤية. والسيد رئيس الوزراء أيضا أعطى اهتمام للشركات اللي تنجز المشاريع، يعطيها تشجيع لمشاريع أخرى. ما دام أنه هناك تحجيم للفساد بكل صراحة، ما دام هناك تحجيم للفساد وتقليصه كان هو العائق الأكبر بجذب الاستثمارات إلى العراق، اليوم البيئة مواتية والبيئة جاذبة. والدليل أن هناك تحرك عالمي عندما تم الإعلان عن طريق التنمية، أكثر من 10 إلى 11 دولة أبدت استعدادها للدخول والمشاركة.